السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات التاريخ. في عام 1492 كانت غرناطة تمضي نحو قدر محتوم. بدأ لأهلها نذيره منذ زمن بعيد، ولم يكن هناك سبيل لدفعه، فأغلقت المدينة أبوابها واحتمت بأسوارها العالية من جيش فرناندو المحاصر، الذي كان قد عزم على ألا يمضي دون السيطرة على غرناطة وإنهاء الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية. كان موسى بن أبي الغسان بطل حلقتنا اليوم ناقما على الملك أبي عبد الله الصغير بسبب استكانته في الدفاع عن المدينة ومهادنته لملك قشتالة، وكان يعمل على تقوية الفرسان الغرناطيين ويقود بين الحين والحين السرايا التي تهاجم العدو وتفاجئ حصونه القريبة. وحين طلب فرناندو تسليم المدينة، كان ابن أبي غسان من أشد المعارضين للتسليم. كان ابن أبي غسان يرى أن شباب غرناطة كفيلون بدفع الخطر عن المدينة، فهم حوالي 20,000 شاب من أصحاب البأس والقوة، وسرعان ما بث روح الحماسة في الجنود والناس، فتحمسوا للدفاع عنها حتى آخر رمق، وتغلب رأيه فرد الملك أبو عبد الله على فرناندو برفض التسليم، ورد فرناندو بحصار المدينة، فوضع الملك حمايتها بين يدي موسى. أخذ موسى يوزع الفرسان، كل مجموعة على أحد أبواب المدينة، وكان يهاجم جيش فرناندو بفتح الأبواب كلها في لحظة واحدة، لينطلق الفرسان مخترقين الجيش المحاصر فيوقعون بينهم الجرحى والقتلى، ويعودون مرة أخرى إلى المدينة ويغلقون أبوابها. كانت هجمات ابن أبي غسان متتالية عنيفة، وقد أرهقت جيش فرناندو حتى أنه أمر بعدم الرد عليها حتى لا ينجر الجيش في حروب جانبية تنهك قوته وتشغله عن الهدف الأساسي والهجوم الكبير. استمر ابن أبي غسان في تزعم الفرسان المسلمين، وكان يقود الجيوش إلى القلاع التي يسيطر عليها القشتاليون، وكان الشعب يستقبله لدى عودته منها بكثير من الحماسة، إلى أن طوق فرناندو الحصار وأتلف الحقول المجاورة. فكان موسى يقود المعارك الأخيرة التي علم المسلمون أنها عنوان أخير لفروسيتهم وبسالتهم، لكنها لم تكن لتغني شيئا أمام ضغط العدو وتفوقه، كما وضح ذلك الأستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه القيم الذي لفت فيه إلى أن فرناندو قد شدد حصاره على المدينة وقطع كل علاقاتها بالخارج، وبدد أملها الضعيف في وصول مدد من إفريقيا. وحول هذه الحرب يستشهد الكاتب الأمريكي واشنطن إرفنج في كتابه أخبار سقوط غرناطة بكلام السفير الفرنسي حينها الذي شهد ما فعله المسلمون دفاعا عن مدينتهم، فقال: إن هذه الحرب في الحقيقة هي من ذكريات التاريخ التي لا تنسى، جيش قتل فرسان أو سيقوا إلى الأسر، ومع ذلك ما زال هذا الجيش يدافع عن كل مدينة وحصن. كلا، بل كل صخرة بحد ذاتها وكأنها مسكونة بروح شهدائهم. ويضيف: كانوا يضحون من أجل بلادهم الحبيبة، والآن وقد عزلت عاصمتهم عن كل المساعدات الإسلامية وتجمعت كل أمم أوروبا أمام بابها، لم ييأس المسلمون من القتال وكأنهم ينتظرون معجزة من الله. صمدت المدينة شهورا، لكنها مع اقتراب الشتاء وقرار فرناندو وإيزابيل بالاستمرار في الحصار وإحكامه وعدم الرحيل إلا بعد الاستيلاء على غرناطة، تعالت الأصوات في قصر الحمراء بضرورة تسليم المدينة لأن المؤن لم تكفي، وكان اليأس قد دب في نفوس الجنود المحاصرين. لكن ابن أبي غسان بث روح الحماسة من جديد ورفض التسليم. فحين اقترب جيش فرناندو أكثر وهاجم أسوار المدينة، خرج إليه مع الجنود وقاتلوهم ببسالة، لكن ضعف المشاة كان باديا وسرعان ما تمزقوا، ولم يفلح موسى في جمع شملهم، فارتدوا إلى المدينة
وأغلقوا أبوابها في يأس وجزع، وكان الجوع والمرض قد تمكنا من أهلها، وجاءت اللحظة التي تغلب فيها الرأي القائل بالتسليم، حتى لا يدخل فرناندو المدينة عنوة ويستبيح الأرض والعرض والدين. كان الخيار بين التسليم أو الموت، واختار المجتمعون في قصر الحمراء التسليم، واعترض فقط موسى بن أبي غسان، وكان لا يزال يرى أن الموارد لم تنضب وأن الموت هو الخيار الأفضل، لكنه لم يجد من يستجيب له هذه المرة، فاليأس كان قد تمكن من القلوب، ووافق أبو عبد الله على التسليم، وأرسل وزيره أبو القاسم عبد الملك للتفاوض على شروطه في أواخر عام 1491، وبعد المفاوضات والاستقرار على تسليم غرناطة، اعترض موسى بن أبي غسان، مؤكدا أن المسيحيين لن يفوا بهذه الالتزامات، وأن مصائب كثيرة في انتظار الناس في حال التسليم. تقول الروايات إن ابن أبي غسان لم يسمع من الجالسين سوى عبارات إنها إرادة الله، فخرج من قصر الحمراء غاضبا، وتوجه لداره، وامتضى حصانه، وخرج متسلحا في شوارع غرناطة، وغادرها من باب البيرة، ولم يره أحد بعدها أبدا. لكن القصة أنطونيو أجبيد، وهو مؤرخ إسباني عاش في ذلك الوقت، كان لديه بقية الحكاية. الفارس المسلم، إذ يقول إن سرية من 20 جنديا من الفرسان المسيحيين التقت في مساء ذلك اليوم على ضفة نهر شنيل بفارس مسلم ملثم مدجج بالسلاح، طلبوا منه أن يقف، فلم يجبهم ومضى إلى أحدهم فطعنه وألقاه على الأرض، ثم اتجه إلى الآخرين يطعنهم بضربات قاتلة ثائرة، قضى على معظمهم قتلا وإصابة قبل أن يصيبه سلاحهم، فسقط على الأرض، وأراد أن لا يقع أسيرا في أيديهم، فوثب وثبة أخيرة باتجاه النهر، وغاص سريعا فيه من ثقل أسلحته. تقول رواية القصة أجابيدة إن فرسانا آخرين عرفوا من الجواد أن الفارس كان موسى بن أبي غسان، لكن الحقيقة لم تعرف أبدا. يقول واشنطن إرفنج حول الفارس المسلم: لو كان مثله في السلطنة في بدايات الحرب لتغير مصير غرناطة، ولبقي التاج العربي على الحمراء إلى الأبد. رحم الله الفارس المسلم موسى بن أبي غسان. وفي نهاية حلقتنا نشير إلى مصدر معلوماتنا كما هو موضح أمامكم، لنفتح أمامكم بابا من أبواب البحث والاستزادة من المعلومات.